السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعيد متاجر الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، وحنا دابا كنتواجدو عند أحد أبطال مسابقة مدينة إيمينتانوت، الأبطال الطونديم أكرد حميد بيضوري عبد الحق. عندنا جمعية منتدى درب السلطان، وشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شادوا هاد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هاد المسابقة. الإخوان الحميد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم الإخوان جميعا. بالنسبه لها تلقى خويا بالعيد كانت الاجواء كان برد شويه، دافع بزاف الحمام، لدرجه كنا ما كناش نحضروا كاع ديك الدراسه، ولكن الحمد لله حضرنا. وقت الحمام جات قد كدور شويه، ما كان بغيش هذه الاجواء تكون بحال هكا في ديك الدراسه، وكنتمنى يكون الجو ستابل، ولا الا كان يكون دافع شويه ولا يكون فاس شويه. هذه الاجواء ديال لافيتاس الحمام اللي كيجيب 1100 1200 1000 ماكسيموم 1300 كتكون ديكلاراسيون مزيانه وكيكون حمام ديال لابونت. اما بهذه الاجواء ديال البرد دافع 1800 1000 كتبقى، وسمح لي هذا المصطلح نقول، كتبقى بحال زهراويه شويه. هذه 1800 الاغلبيه ديكلارات بالاولى مزيان، ولكن من الحمام كله راجع منين؟ في حمام تلاح الحمد لله اللي وصل، اللي خرج على الدار البيضاء واللي وصل للمحمديه كيتم تم عاد كيتم راجع، كتولي تلقى بحال شويه كيلعب فيها الحظ بزاف. باش العود المسابقه تكون فيها 280 كيلومتر كتكون فيها 300 وشي حاجه. ما كيدرعش. لي بوانتو كيحضروا. كاع لي بوانتو كيديكلاراو. الحمد لله هذه بوانتو راه لان هذاك العام حاصله على خمسات الجوائز. فيتاس دو ميفو هذا العام والثاني دابا وصلنا لإيمينتانوت حاصله على شي خمسات الجوائز. خمسة الجوائز ما بين الفيتاس واول مسابقه في الناس الطويل. هذا العام ولا هذا العام الحمد لله. هي واحد الدفية اخرى عندها باقا في ستيف الاخر، حتى هي نفس الانجازات وهي بدات الاصلي. الحمد لله. نشوفوا الطونديم ديالك عبد الحق، حتى هو اللي كان حاضر معك في الديكلاراسيون، كيف استقبلتوا الحمام وكيفاش كان الشعور ديالكم الاخ عبد الحق؟ الحمد لله، اللهم الحمد لله، الانجاز هذا اللي سخرنا الله عز وجل فيه. كيف يقول لك راه الحمام اللي دارت الانجاز راه ما ساهلاش، لان ديجا حاصله على شواهد، وكيف قال لك راه الجو هو كان ماشي صالح للحمام. وتلك هي بان فيها كي قال فعلا الموالع اغلب واحد 90% ما كيبغيوش هذا الجو، كيبغي الجو اما يكون ستابل يكون دافع، ماشي مشكل ماشي غادي يكون دافع، ولكن ماشي دافع 1800 بهذه الدرجه، يكون واحد الطريقه شويه. وكنتمناو ان شاء الله المسابقه الجايه لا يكون ان شاء الله الجو يتقاد وغيبانوا نيت، يبان نيت الحمام ديال بصح ويبانوا الموالع نيت مزيان يبان. الحمد لله. بالنسبه للحمام الاخ حميد، ملاجيا شنبوره؟ لا هذه تبارك الله راه 2014. انا هضرت على الانجازات ديال ذاك العام وديال العام. الانجازات قبل والاخرى اللي نتوالى مع اخرى كانت تبارك الله ريغوليه من الفيتاس دومي فو دات الاسبيجون. تبارك الله حتى هي حتى هي حمام. بالنسبه للسلاله ديالها اذا كان ممكن الاخ حميد، انا عندي واحد 90 حتى 95% لا باز ديال الحمام ديالي الحمد لله، ذكر اور وذكر بلجيكي مع انتوني هذه لاباز ديالك. عجبها بديك لقات عليهم شي حمامات هذا العام، دخلت ليو هيرمان، دخلنا فان دي نافير، دخلنا كوفمان، بديك كندخل مع الحمام ديالي. هذه السلاله اللي علمتي بها واش ديما كل موسم كتعلم بها ولا اول موسم؟ كل موسم كنديكلاري. هذه هي بريمي في لاباز ديالك في الفلوك ديالي والحمد لله ما كنديكلاريش بوحده، كيتلاح كتجي وحده ولا جوج كيدور فرك كيتلاح، راه الريزيتا كتقول. هذاك الشيء اللي كاين. الحمد لله. فيتاس الحمد لله الاغلبيه ديال المطارق راه الا كانت 15 ديبلوم راه كندير فيها 6 ولا 8 ولا 10 ديبلومات كنحسبهم بهذه الراسه هذه. الاخ عبد الحق، السر ديال في النجاح ديالكم بالنسبه لهذا الموسم هذا، بالنسبه للخدمه ديالكم انت الاخ حميد. هو الاستاذ ديالك ولكن كيعاون صراحه. العام السنوات اللي فاتت كنت بوحدي كنعيا الصراحه. كتعيا الوقت ما كاينش. الحمد لله معاونني واقف معايا اللهم لك الحمد. طونديم زعما متكامل. تكامل واحد يقوم بالعمل ديالو، انا بالعمل ديالو هو بالعمل ديالو، هو من ما يكونش مسالي كتكون نتايا، من تكون نتايا سميتو هو كيكون يقدر يدير العياده، كيطلع هو يرون بلاصيني، كيطلع يد كيطلع يرون بلاصيني هو محامين ياك. امين عاوني الحمد لله. تبارك الله عليكم. بالنسبه للوفت، التجهيز ديال اللوفت ديالكم بالنسبه لهذا الموسم كيفاش؟ دخلنا واحد التعديلات صلحناها شويه، درت السجنه ديال لاروك بريسو ها هي درتها هنايا، درتها بوحدها هنا تبارك الله. الله يسخر. هادي جوج جاني هنا وحده، هنا وحده انت وحده الكره، وهنا هادي دير لها مسيباري، ولكن دير واحد الشريجه ملي كتدخل الحمام على حساب لا بغيت دير شي موتيفاسيون ولا شي بروفاج ولا شي حاجه كنخدم كنستعملها.
المهم اللوف ديالكم مزيان هذا الموسم هذا، ما كاين لا كولونتير لا والو. الحمد لله والانجازات راه هما اللي كيقول الحمد لله، راه دينا لي طاب ديال الفيتاس على زهدرة واستحقاق دينا بلي بوان كثير. اللهم لك الحمد. وحنا في 2020 ان شاء الله نتمناو تكونوا كنتمناو من الله يكون نفس ديتو لي طاب زائد ناقص مسابقه يا الاخ حميد. دينا لي طاب ديالنا ونتمناو ان شاء الله في هذا النصف الطويل نتمناو ان شاء الله. وان شاء الله هاد الايميتاتا كانت زعما كان فاز زوين. مطلقه فهاد الدريفو كان فاز زوين ان شاء الله، راه دارينا مزيان رغم ولكن كنتمناو الاجواء تحسن، مابقاش تبدل بهاد الطريقه هذه. وبالنسبه للجمعيه منتدى درب السلطان شي كلمه بحق الاخ زمو رئيس الجمعيه زمو راه هو ديالنا والمكتب المسير. سي زمو راه هو ديالنا حنا ديالو، شدوا فيه وشد فينا ونضحكوا معاه ويضحك معانا. واخا ما ديكلاراش مسكين هذا الاسبوع هذا ياك. قابلين قابلين عليه. هذا الاسبوع خسر لي كونستاتور ياك، هذا الاسبوع خسر لي كونستاتور. تبروك عليك كونستاتور. من حسن الحظ ديالو 5 على 6 ماشي مشكل. ما بغيناش ليه. ولا تا هو يديكلارا وينشط معانا. بالنسبة للجمعية المنتدى راه جمعية راه ديالنا كنعتبرها من أحسن الجمعيات، لا هي ولا بالمواليع ديالها، لأن الحمد لله جامعة أبطال كبار. الجمعيه بلا ديك الاسماء ديالهم راه ما تبغي الحيت ذكر نسى شي واحد، كلهم الحمد لله عندنا ابطال ان شاء الله اللي غيكونوا حاضرين ان شاء الله في هذه العصبه، غيثبتوا على الجداره، غيكونوا على الجداره واستحقاق، وغيبينوا بان الجمعيه في مستوى عالي ومن احسن الجمعيات اللي في الدار البيضاء وفي المغرب. واخا كاين بعض الاخوان تيقولوا راه الجمعيه ديال المنتدى ناقصه وناقصه، وهي كتاكد ولا قال لك مهشاشه يجي مرحبا عندنا ويبين لينا حنا جديه ويبين حنا جديه. الحمد لله هي ديك البلاصه كنكون الحمد لله لاعبين ما مانع كبار في بن سوده غاني على التفريع، جمعيه حي الفرح اللي غاني على التفريع من كلهم تبارك الله الحمد لله كان ديكلاريو معاهم ومقادين غادي في ديكلاراسيو مزيان معاهم. الا بالنسبه لجمعيه القدس الاخوان كاملين ما نذكر الاسماء حتى هي عندها تبارك الله عندها مانع كبار وفي مستوى عالي والحمد لله. هاد ثلاث جمعيات راه جامعين وجمعيه بوسكوره تاعي 100% ديال الموالي كبار في الدار البيضاء وبوسكوره تاعي هي اللي تيكون كل الحمد لله عندهم موالي كبار وحنا منافسين الحمد لله ومقادين ونتمنوا من الله. وكاينش كاينش استعداد في المسابقه القادمه بالنسبه لعصبه الدار البيضاء؟ قال لك ما كيستعدش، كذب عليك، كنستعد وباغي نضربوا وباغي نكونوا الاولين ولا مع الاولين ان شاء الله. ان شاء الله كنستعد وكنتمنوا من الله. سخر في الله مرحبا، ما سخرش في الله. راه حنا اخا ربيع بوسعادة شي كلمه غتقول تحقو ربيع بوسعادة؟ ربيع بوسعادة كنتاسفوا ليه لان هو من المواليع اللي كينشطوا هاد الولاعه معانا هنا في الدار البيضاء وكيديكلاري معانا مزيان. كاين اخ ديالو ماشي مولا باقي مسكين ما عارفش ما عندوش تجربه ما فاهمش، وما كان ربيع غتكون تا هو الحمد لله غيكون حاضر بقوه ومرشد كيضحك معانا وكنضحكوا معاه من الموالع زعما اللي كتحب يكونوا معاك. كنشكر معاك في المسابقه. كنشكرك الاخ حميد غزير شي اضافه. بالمناسبه كان ملي ذكرنا السي ربيع على من في امريكا نذكروا السي صديق اللي في هولندا، نذكروا السي جمال زهير، نذكروا اخ يوسف، ذكروا يوسف اوزكان الابطال المغاربه بالخليج عبد المجيد نايف اكثر وسبحان ما ذكرتش واحد، كنسلم عليهم كاملين ومليا منهم واحد التحيه. وجميع الابطال المغاربه اللي كتواجدوا في دوله قطر كان الاخ يونس العزوال اخوان الترابي، اخوان الريطي، وسوفيا وسوفيا الزيواني حتى هو تحيه لهم. جمعهم كلهم كنسلموا عليهم وتحية كبيرة مني اليوم. الأخ لأن الموالع كبار تاهما. عبد الحق. إيوا حنا كنسلم على جميع الموالي، كنتمنى إن شاء الله دار مسابقة الإيميتان وتدوز جو ظروف مزيانة، ويكون استعداد لها قبل من تلقى يكون مستعد لها لعصبة جديدة، وكنتمنى تكون إن شاء الله. نساوش واحد السيد تا هو راه اللي ما ذكرناش راه كيعاني يتقلق علينا، هو السي بعيد من تاكي. هو الدير بي بالعيد من تاكي اللي تا هو لاعب معانا حاضر معانا بقوة. وكنتظروا ان شاء الله يكون مزيان وكنشكروه على هذه المبادره اللي كيدير. راه سامعك والله سيدي راه ما كان ما ياكل عندنا راه ما كنعطيه والو، ما نكذبوا على الله راه لله. حنا موجودين. مرحبا خويا، الله يحفظك اخويا حميد، كنشكركم بزاف، كنشكركم على حسن الاستقبال والترحيب،
والضيافه، وكنتمنى لكم التوفيق مسيره ديالكم وخاصه المسابقه ديال مدينه ايمن تانوت اللي غادي تكون ضمن عصبه الدار البيضاء الثقافيه الكبرى. ما كنكرطو كنقادو في الدنيا. داكشي اللي كان يسخر لكم الله يحفظك. هادشي اللي عندي ما نقول. تحيه لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو، تحيه لابطال جمعيه منتدى درب السلطان، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجازيهم بخير.